خلينا نرجع لنفس هذا السيستم. هلا احنا قلنا هذا اللود على 1000 ار بي ام كان بده 45 نيوتن متر. جينا قلنا نفس هذا اللود هو كونستنت تورك لود، بس لما نزلنا ل 500 نزلت من 45 ل 40. هاي هون 40 نيوتن متر. هلا انا بدي منك تطلع لي الفايرنج انجل الجديد اللي بدي انزل هذا اللود سرعته من 1000 ار بي ام ل 500 ار بي ام. هاي بدها تصير هون 500 ار بي ام، يعني النقطة الثانية تبعت اللود تي ال بيساوي 40 نيوتن متر، يعني هذا اللود كأنه على فكرة كونستنت تورك لود بس في شوية فيسكس فريكشن. لما رفعنا السرعة من 500 ل 1000 زادت مقدار 5 نيوتن متر، هاي 5 نيوتن متر سببها زيادة السرعة. ات 500 ار بي ام. أول شيء بنيجي بنقول هل التورك تغير؟ تغير التورك، إذا أي إيه لازم يتغير حسب هاي المعادلة. إذا بنقول تي الكترومغنتيك بيساوي كي في اللي هي كانت 0.7032 مضروبة في اي اي الجديد مش هيك؟ واي اف لسا 1.274. بس هذا بدي اياه يصير 40 نيوتن متر. إذا بصير عندي اي اي الجديدة على 40 نيوتن متر بدها تساوي 40 على 0.7032 على 1.274. هذا كارت 44.65 نزل من 50 كان 50 امبير هلا صار 44 امبير، يعني مباشره التورك عماله بتناسب مع اي اي، بزيد اي اي بزيد التورك، بنزل اي اي بنزل التورك، لانه كل شيء كونستنت. لاني ما لعبتش بالفيلد، لو لعبت بالفيلد في ناس احيانا في استراتيجيات بغيروا بالفيلد، بس احنا ما غيرنا الفيلد، فالاكسايتيشن نفسه والمحرك نفسه، غيرت التورك بتغير اي اي، او غيرت اي اي بتغير معي التورك. هلا السرعه تغيرت معي، اذا اي جي الباك اي ام اف راح تختلف، صارت عندي هلا كي في، كي في بتساوي بوينت لساها 0.7032، بعدين بدي اي اف لساها 1.274 اللي تغيرت معي السرعه اللي هي صارت هلا 500 بدي اقسمها على 60 واضربها في 2 باي عشان تصير وحدتها راديان بير سكند، فبيطلع الباك اي ام اف الجديد 47 فولت مش هيك؟ هذا الباك اي ام اف. صار عندي كرنت جديد وباك اي ام اف جديد، شو راح يصير عندي؟ في افريج او في اي جديده مش هيك؟ اللي بتساوي اي اي في ار اي زائد اي جي. اي اي اللي هو 44.65 فولت في 0.25 اومز اللي هي ارمشر ريزيستنس زائد الباك اي ام اف اللي هو 47، صارت عندي في اي جديده 58 فولت. هلا بنرجع هون للفايرنج انجل مره ثانيه، بدنا نغير الفايرنج انجل حسب المعادله اللي كنا حاطينها هون وما حيناها اللي هي كوساين الفا بلس 1 مضروبه في في بي على باي، وفي بي كان 294 اظن 294.6. اذا هلا في اي الجديده على التورك الجديد اللي هو التورك بيساوي 40 على 500 ار بي ام بده يساوي، راح يصير في بي راح تضلها نفسها 294.16 على باي راح تضلها نفسها، رح يختلف عندي كوساين الفا زائد 1 وهذا بيساوي بيكون 58 فولت. اذا الفا الجديده شو بدها تصير؟ 112 رح تتحرك الان هون، رح تتجاوز الان ال 90، رح توصل مثلا هاي رح تصير عندي هلا هذا الافرج الجديد تبعه، بتاكد منها؟ تاكد منها بالله مضبوط، حاسسها انا شوي ما هو باي ضرب 58 مضبوط، خلص تاكد منها انها اكثر من واحد، فبتكون واحد بصير ماينس ماشي. اوكي ماشي، الكل واضح فاهم هون؟ هي وهي مكاني عمل مابينج لكل اللود لكل هذا، لو عندي فول تورك كيرف تبع، لاحظوا احنا شو عملنا؟ غيرنا في اي، متذكرين سبيد تورك كيرف؟ هي احنا غيرنا سبيد تورك كيرف تبع هذا، حركناه من هون لهون، هذا كان على في اي قديش كانت 106 وهذا على في اي 58، وهون كانت الفا بتساوي قديش الزاويه 82 دجري وهون الفا بتساوي 112 دجري، حركنا من هون لهون هي اللود، تغيرت التورك وتغيرت السرعه تبعت الهاي